مساء الخير. احنا نتناول مادة التسويق الدولي، وفي هذه المادة هنتعرض لموضوعين أساسيين. الموضوع الأول هو استراتيجيات دخول الأسواق الدولية أو الطرق المختلفة لدخول الأسواق الدولية، وكنا بدأنا مع بعض فعلا في المحاضرات واتكلمنا عن استراتيجيتين من الاستراتيجيات من هذه الاستراتيجيات، وهي التصدير والمشروعات المشتركة. وبالتالي فحضراتكم هنكمل وهنشرح من البداية استراتيجيات دخول الأسواق الدولية. يتم دخول الأسواق الدولية عن طريق عدد مختلف من الاستراتيجيات، أولها التصدير والاتفاقيات التعاقدية عن طريق عقود التصنيع وعقود الترخيص وعقود الامتياز وعقود تسليم المفتاح وعقود الإدارة، ثم المشروعات المشتركة والاستثمار الأجنبي المباشر والتحالفات الاستراتيجية. وهناك معايير مختلفة لدخول الأسواق الدولية، وهذه المعايير هي عدد الأسواق أو التغلغل، مستوى التغلغل داخل السوق، والتغذية العكسية من الأسواق، والخبرة المكتسبة من خلال التجربة، والسيطرة، وتكاليف التسويق التراكمية، والأرباح المحتملة، والمتطلبات الاستثمارية، والمتطلبات الإدارية، والمتطلبات من الموظفين، والبيئة القانونية والسياسية، والمرونة والمخاطر. تناولنا مع بعض في المحاضرة موضوع التصدير، واتكلمنا عن مفهوم وطبيعة التصدير وأهمية التصدير وأنواع التصدير والأسباب التي تدفع المنشآت الإنتاجية إلى التصدير واستراتيجيات التركيز والانتشار في الأسواق الدولية. وأيضا تناولنا لم نتناول يعني أيضا الطريقة الأخرى الثانية لدخول الأسواق الدولية هي الاتفاقيات التعاقدية عن طريق عقود التصنيع. وبالتالي حضراتكم لما تيجوا تتكلموا عن عقود التصنيع وتقدموا لي الأبحاث زي ما هيكون إن شاء الله، هتتناولوا طبيعة وأهمية عقود التصنيع والمميزات والعيوب، وأيضا عقود التراخيص، طبيعة وأهمية عقود التراخيص والمميزات والعيوب وإدارة عقود التراخيص. وبالنسبة لعقود الامتياز فهتتناولوا طبيعة وأهمية عقود الامتياز والمميزات والعيوب، وأخيرا عقود تسليم المفتاح، وعن طريق تناول طبيعة وأهمية عقود تسليم المفتاح وعقود الإدارة عن طريق تناول طبيعة وأهمية عقود الإدارة. ودي أبحاث هيكون من مطلوب من حضراتكم إن أنتوا تقدموا فيها أبحاث عن طريق الإيميل وتبعتوها لي ونتناقش فيها. المشروعات المشتركة، المقصود بالمشروعات المشتركة وأهمية المشروعات المشتركة من وجهة نظر الدولة المضيفة، وأهمية المشروعات المشتركة من وجهة نظر المستثمر الأجنبي، واختيار الشكل القانوني للمشروعات المشتركة، والعوامل التي تحدد شكل المشروع المشترك، ومميزات المشروعات المشتركة وعيوب المشروعات المشتركة، وقائمة لتقييم المشروع المشترك. وتناولنا هذا الموضوع في المحاضرات. أيضا هناك طريقة أخرى لدخول الأسواق الأجنبية عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، فمطلوب من حضراتكم تتعرضوا لطبيعة الاستثمار الأجنبي المباشر والمميزات والعيوب للاستثمار الأجنبي المباشر. التحالفات الاستراتيجية وهي طريقة أخرى لدخول الأسواق الدولية، هنتناول هنا طبيعة التحالفات الاستراتيجية وأنواع المختلفة للتحالفات الاستراتيجية. عندنا تحالفات استراتيجية تكنولوجية، وتحالفات استراتيجية إنتاجية، وتحالفات استراتيجية تسويقية، وندي بعض الأمثلة لبعض التحالفات الاستراتيجية. كيفية اختيار البديل المناسب لدخول الأسواق الدولية؟ هناك من العوامل الواجب أخذها في الاعتبار عند تقييم طريقة الدخول للأسواق الدولية عن طريق تحديد درجة المخاطرة وتحديد درجة الالتزام. وهناك دائما تطور لقرار المنظمات في دخول الأسواق الدولية، قد يتغير طريقة الدخول من طريقة إلى أخرى، فبيحصل هناك تطور
دخول الأسواق الدولية. بعد ما تناولنا هذا الموضوع وهو موضوع الاستراتيجيات الطرق المختلفة أو الاستراتيجيات المختلفة لدخول الأسواق الدولية، هنتناول المزيج التسويقي الدولي، وبالتالي هنتعرض هنا لأربع استراتيجيات، هي استراتيجية المنتج الدولي، واستراتيجية التسعير الدولي، واستراتيجية التوزيع الدولي، واستراتيجية الترويج الدولي. ولكننا هنركز على استراتيجية المنتج الدولي واستراتيجية الترويج الدولي لضيق الوقت الحقيقة، فهيكون التركيز على هاتان الاستراتيجيتان. بمعنى في استراتيجية المنتج الدولي سيتم يعني التعرض لتوحيد مواصفات المنتج أم تعديل مواصفات المنتج. ويعني بنقصد هنا standardization versus adaptation، وبالتالي بيمكن تلخيص العوامل اللي بتدفع المنظمة إلى توحيد المواصفات أو اللي هي standardization إلى تحقيق وفرات الحجم في الإنتاج، وتحقيق وفرات الحجم في البحوث والتطوير، وتحقيق وفرات الحجم في التسويق، وزيادة ولاء المستهلك، وتدعيم الصورة الذهنية لبلد المنشأ والسلع الصناعية، وممارسة الأعمال عن طريق التصدير، واختلاف ظروف الاستخدام، لا يعني آخر حاجة ممارسة الأعمال عن طريق التصدير. وهناك من العوامل التي تدفع المنظمات إلى تعديل منتجاتها طبقا لاختلاف ظروف الاستخدام، واختلاف متوسط دخل الفرد، واختلاف تأثير الحكومة، وتاريخ عمليات الشركة، ودرجة التمدن. فأيهما أفضل بقى، التوحيد أم التعديل؟ طبعا بعد ما استعرضنا مجموعة الآراء المؤيدة لقرار توحيد المواصفات، مواصفات المنتج، وتلك أيضا المنادية بضرورة تعديل المواصفات لمقابلة احتياجات المستهلك في كل سوق على حدة، بيظل التساؤل دايما قائما أيهما أفضل، التوحيد أم التعديل. والواقع أن التوحيد المواصفات المنتج قد يكون بديلا جذابا لعديد من الشركات، حيث لا تتكبد الشركة أي مجهودات إضافية لتقديم المنتج إلى أي سوق دولية، ولكن الواقع العملي مليء بالأمثلة كيف أن توحيد المواصفات حول العالم قد أدى إلى فشل الذريع لعدد من الشركات. وبالتالي فدايما سيظل هذا التساؤل موجود. ثم في موضوع آخر، وهو الموضوع الخاص بالأسماء المميزة والعلامات التجارية. فإحنا هنا في هذا الموضوع بيتم يعني تناول الأسماء المميزة والعلامات التجارية. هل يكون هناك اسم مميز واحد حول العالم، ولا يكون هناك تعديل للاسم المميز لكل سوق على حدة، أيضا هذا بديل آخر، ولا يكون فيه هناك أسماء مميزة محلية، أيضا ده بديل آخر. ثم هنتعرض لتأثير بلد المنشأ وسياسة التغليف والتبيين، لما لها طبعا من أهمية كبيرة جدا، لأن طبعا التغليف يعني يعتبر قرار مهم بالنسبة للشركات، وأيضا التبيين، فهنتعرض لهذه السياستين بالنسبة للمنتج، وأيضا للضمان، سياسة الضمان والخدمة هنتعرض لها بإذن الله. طيب ده بالنسبة للمنتج. وأيضا هناك استراتيجية التسعير في الأسواق، ولكن لضيق الوقت يعني مش هنقدر نتعرض لها،
والتوزيع، استراتيجية التوزيع أيضا الدولي أو في الأسواق الدولية برضو يعني مش هنقدر نتعرض لها، ولكن هنيجي عند استراتيجية الترويج في الأسواق الدولية هنتكلم عنها بشيء من التفصيل أيضا، وهنتكلم هنا عن محددات البرنامج الإعلاني للشركة في الأسواق الدولية. وبالتالي هنا يعني هيكون الكلام عن محددات البرنامج الإعلاني للشركة في الأسواق الدولية. هنتكلم عن الاختلافات اللغوية ودور الإعلان في المجتمع، وأيضا هنتناول موضوع توافر وسائل النشر والضوابط الحكومية والمنافسة وتوفير وكالات أو توفر وكالات الإعلان، ثم بعض القرارات الإعلانية التي تواجه المسوق الدولي أو السوق الدولية، اختيار وكالة الإعلان، بعض القرارات الإعلانية التي تواجه المسوق الدولي. هنتكلم عن اختيار وكالة الإعلان واختيار الرسالة الإعلانية واختيار وسيلة النشر وتحديد مخصص الحملة الإعلانية وتقييم كفاءة الحملة الإعلانية، بالإضافة إلى أن احنا هنتعرض للأدوات الأخرى من استراتيجية الترويج بخلاف الإعلان، وهي البيع الشخصي وتنشيط المبيعات والنشر والعلاقات العامة. وبذلك نكون قد انتهينا من استراتيجية الترويج. هناك بعض المراجع التي يمكن الرجوع إليها بالنسبة لحضراتكم، وهتكون مفيدة إن شاء الله في الاطلاع بها. وبذلك نكون انتهينا، وبتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم.